لو قال لي ديزاين من جردل وسكت فخلاص انا هعمل هطلع دايمنشن وهعمل تشيك تنشن ستريس. هو طب افرض بعد كده بقى بيطلب حاجه تانية، قال لي تشيك لاترال تورشنال باكلينج، هبدا اعمل الخطوه دي، ما اعملهاش غير لما يطلبها. يبقى احنا المره اللي فاتت طلعنا الدايمنشن بتاعت المين جيردر، وقلنا ان احنا بنطلع ازاي مجرد فروض في الاول، يعني بطلع دايمنشن للويب ودايمنشن للفلانجه. بعد كده بقى انا لما بعمل تشيكاتي بشوف فعلا الدايمنشن دي مسيفه معايا ولا لا. فطلعت بيلت اب سيكشن، فلانجه بتاعته كانت 60 سنتي في السيكنس بتاعها، في كده في حلين، يعني انت ممكن تاخدها 4 و8 او تاخدها 5، الاثنين صح. هي كانت طالعه معاك في الفروض في الاول 4 و8 من 10، اللي ياخدها 5 عادي. بالنسبه للويب كان طالع 270 سنتي في السيكنس بتاعه 1.4 من 10 سنتي. قلنا ان احنا بس في الفروض احنا واقفين عند الرقم ده، هو الرقم ما يعتبرش صغير، هو هيبقى مسيف بعد كده لان انت هتستخدم ستيفنر، فاحنا بس نقف عنده. والله بعد كده طلع معايا انصيف، فخلاص هنشوف بقى لو طلع معانا انصيف دلوقتي هنعمل ايه. بعد كده رحنا عملنا تشيك تنشن ستريس، كنا عايزين نشوف الفلانجه اللي تحت دي اللي شايله تنشن ستريس، والله الستريس اللي عليها اقل من الالاوبل ولا اكتر اكبر منه. فكنا بنروح نقارن ما بين حاجتين، اللي هي جايه من اليلد اللي هي 58% فيلد، ونقارن مع الفتيج، كنا بناخد الاقل منهم يبقى هو ده الالاوبل بيندنج ستريس تنشن. بعد كده رحنا عملنا تشيك لاترال تورشنال باكلينج، واحنا عارفين ان لو حصل لاترال تورشنال باكلينج بيحصل على الكومبريشن فلانج، تلاقي الفلانج اللي بره دي هتبدا تميل لبره كده نتيجه ان انت ماسك كانك ماسكها كده وبتضغط عليها، فاللي هيتحرك على طول هي الحاجه اللي متعرضه للكومبريشن. اللي متعرض لتنشن ده حتى لو حصل فيه شويه ديفورميشنز بسيطه مش هيسيب مكانه، لان هو مشدود، مفيش حاجه مشدوده بتتحرك، هيحصل قط ميل شويه لكن مش زي اللي بيحصل مع الكومبريشن فلانج. بعد كده بقى هنعمل تشيك على الويب باكلينج، والله احنا عايزين نشوف بقى الويب ده، ما نتيجة ان عليه احمال ونتيجة انه يعتبر الدبس بتاعه كبير، انا بقول لك دبس 270 سنتي، يعني كأني بقول لك دبس دور مبنى، وبقول لك سيكنس 1.4 من 10 سنتي، انت متخيل السيكنس ده؟ انت لما بنقول لك في الاعمدة مثلا هتعمل لي اقل ابعاد عمود كانت بتبقى ايه، 300 مللي في 300 مللي، ده اقل حاجة بنتعامل معاها. فانا اتكلم هنا في 1.4 من 10 سنتي مع دبس دور كامل، فلازم تتأكد ان ان الويب ده مهما حصل هو كده ولا كده ممكن يحصل عليه باكلينج، بس هل هو مسيف ولا لا، في السيف زون ولا لا. بالنسبة للويب باكلينج قال لك احنا بنصنفها لثلاث حاجات، في عندنا زون هتلاحظ ان هي عليها الى حد ما زيرو مومنت، طبعا مش زيرو بالظبط بس قريب جدا من الزيرو، وعليها ماكسيموم شير. يبقى انا الزون دي بتاعت الويب هتلاقي ان عليها بيور شير. طبعا بالنسبه للويب بتاعي فهو المستطيل اللي بره ده كله، ده كده الويب. انا عشان ببقى خايف دايما من ان السكن الصغير مقارنه بالدبس، فبحط فيرتيكال ستيفنر وبحط هوريزونتال ستيفنر. لو هتكلم شويه عن الستيفنرز دي، فهي المفروض ان هي ثلاث انواع. عندك ستيفنر بيبقى محطوط عند السبورت عند البيرنج، ده كده احنا بنسميه لود بيرنج ستيفنر، اللي هو ده الاستيفنر ده محطوط اصلا بشكل اساسي انه يدعم لك المكان ده لانه جاي عليه الماكسيموم رياكشن، ده دي البيرنج بقى، فبتبقى في هنا تركيز اجهاد عالي جدا. وفي استيفنر بيبقى محطوط تحت الكروس جيردر، لان زي ما احنا عارفين ان لو احنا بنحل اكزاكت فهتلاقي ان كل كروس جيردر من دي اصلا جاي عندها رياكشن كونسنتريتد على المين جيردر، ده اصلا اللي بيحصل في الطبيعه، يبقى المكان ده بالنسبه لي هو كمان مكان تركيز اجهاد، يبقى دي كده الاستيفنر. طب ايه كمان؟ قال لك في النص بقى ما بين الاستيفنرز دي ببدا احط استيفنر للاستابيليتي. يعني ايه بقى للاستابيليتي؟ مش انت بتقولي يا باشمهندسه انا خايف ان يحصل باكلينج يحصل ديفورميشن كده، ما انت خلاص الحته دي مدعمه بالكروس جيرد، فلو حصل اي ديفورميشن لو ده الويب بتاعي ودي اماكن الكروس جيرد هتلاقي تحصل لبره كده ما بين الكروس جيرد دي، فالمكان ده انا عايز اشوف هو هيحصل فيه ديفورميشنز قد ايه وادعمها. طب عشان ادعمها اعمل ايه؟ طلع خلاص حطي لي كمان ستيفنر هنا، فبدا يحط استابيليتي ستيفنر عشان يدعم له المساحه اللي ما بين الاثنين الستيفنرز اللي عند الكروس جيردر، هي خلاص المساحه دي مدعمه بالاثنين دول، بس خايف ان هنا يبقى فيه ستريس
اعلى من الالوبل، فبدا يحط استابيليتي ستيفنر. بعد كده لما ندخل في التشيكات، لو لقينا ان احنا كمان لسه الاسترس اللي جاي نتيجه البوكلينج ده اعلى من الالوبل، فيبدا يحط هوريزونتال ستيفنر بالشكل ده على كامل طول السبان، يحط هوريزونتال ستيفنر بيبقى ملحوم طبعا مع الويب. فالهوريزونتال ستيفنر ده عشان يقلل لي المساحه اللي هتحصل عليها بوكلينج، ان بدل ما يحصل في المساحه لو انا هطلع الويب ده بره، اطلع البانل دي اقصد بره كلها على بعضها، بدل ما يبدا يحصل عليها كلها كده على بعضها، يحصل عليها باقي اللي بره، لا قال لك ايه، لا انا هحط كمان هنا تدعيم، فالتدعيم ده يخليها لي كده. والله ده ممكن يحصل في الجزء اللي فوق لوحده، وهتلاقيه ان هو بيجي يقل عند مكان الاستيفنر، ويبدا تاني لو حصل هنا هيحصل برضو لوحده، بس هيبدا يقل في النص، هتلاقي ان المكان ده يبدا يسيف شويه معاك، لانه بيبدا يسحب شويه الباكلينج، مش هيحصل باكلينج، ما هو انت مدعم المكان ده، المكان ده مش هيحصل عليه ديفورميشن هنا، هنا اه هتحصل لكن هنا مش هتحصل، فبتبدا انت المكان ده يقلل لك شويه الديفورميشنز اللي هتحصل لبره. ده كده بالنسبه للاستيفنر بتاعتنا. دي انواع، ان انت عندك لود بيرنج ستيفنر عند اماكن السبورت بتاعت المين جيردر، عندك ستيفنر عند اماكن الكروس جيردر لانها تعتبر برضو تدعيم في المكان ده، لان ده مكان تركيز رياكشن، تركيز اجهاد. في كمان ستيفنر في النص بنستخدمها للاستابيليتي عشان اقلل المساحه اللي هيحصل عليها باكلينج، وبسبب ونفس السبب هتستخدم كمان هوريزونتال ستيفنر. وافرض بعد كل ده لقيت نفسك برضو الباكلينج ستريس اكبر من الالوبل، تبدا تحط كمان واحد في النص، تبدا تحط اتنين هوريزونتال، واحد بيبقى على بعد من فوق دبس على 5 او الدبس على 4، وفي واحد بتحطه في الميد الدبس، الدبس على 2. يبقى كل الاستيفنرز دي محطوطه بحيث ان انت من الاخر كده عايز تقلل المساحه اللي هيحصل عليها بروكلينج وخلاص. طيب يبقى انا دلوقتي هاجي اقسم المين جردر بتاعتي لشويه زونز. ازاي بقى؟ والله هاخد اول زون اللي هي محصوره ما بين الاستيفنر اللي عند السبورت والاستيفنر اللي انا حطاه في النص للاستابيليتي، واقول لك ان الزون دي انا لاحظت كده عليها انها عندها زيرو مومنت، لحد ما يعني زيرو مومنت، قيمه صغيره جدا، وعليها ماكسيموم شير. يبقى انا الزون دي من الاخر متعرضه لايه؟ الزون دي من الاخر متعرضه لبيور شير. ممكن حد يقول لي هندسه انا عارف ان الباكلينج اه بيحصل نتيجه خدتها قبل كده في الاعمده، عمود مثلا عليه كومبريشن فورس فبيعمل فيه باكلينج، كلنا خدناها دي، وعارف ان بيحصل باكلينج نتيجه ان انا عندي في المومنت، لو ده المين جردر عندي المومنت كده، فهتلاقي ان المومنت بيعمل هنا كومبريشن فورس برضو، فالكومبريشن فورس دي عملت لي باكلينج في المكان اللي فوق ده، يعني كلنا مستوعبينها. طب الشير بقى، الشير ده يعمل لي باكلينج ازاي؟ اقول لك، ما انت خد بالك من حاجه، انت عندك هنا هتلاقي ان الشير، ولنفرض ان هو اتجاهه كده، فبيتكون معاه شير مكافئ في الاتجاه ده، فتلاقي ان الاتنين شير دول يعملوا لك فورس في الاتجاه ده في الكورنر، الفورس دي تبدا تضغط، وزي ما تكون الاتنين شير اللي هنا هيتكونوا هنا برضو بنفس السيستم يعني، فتلاقي ان يتكون لك برضو فورس في المكان ده. يبقى انا دلوقتي بقى عندي اتنين فورس دياجونال، فيبدا يتكون في كل الدياجونال ده كومبريشن فورس، يبقى انا في الاخر برضو وصلت لايه؟ وصلت ان انا عندي كومبريشن فورس بتعمل لي باكلينج. كومبريشن فورس دي جت منين وانا اصلا عندي شير؟ لا دي جت من الشير المكافئ، يعني ده الشير كده الاصلي بتاعك بيتكون معاه شير مكافئ، الاتنين دول مركبتهم يدوا لك دياجونال فورس، الدياجونال فورس ده يعمل لك دياجونال كومبريشن في الويب، هو ده اللي بيطلع الباكلينج. لو عايزين نشوفها كده بس سريعا، شايفين ده كده الويب بليت بتاعي، دي الزون اللي انا طلعتها اللي كان عليها الشير، فلو انا عندي هنا فورس شير معاها فورس مكافأة هنا، يبدأوا هما الاتنين يضغطوا في الكورنر ده، طب لما ضغطوا حصل ايه بقى؟ حصل باكلينج. باكلينج ده نتيجة شير، الويب اللي انا حطاها دي ما عليهاش اي حاجة غير شير مكافئ، غير شير في التو ايدج هنا، فنتيجة الفرصة اللي اتكونت في الزون اللي هنا دي بدأت تضغط لك الويب، فهو ده اللي بيعمل الباكلينج، بيبقى بالشكل ده. الباكلينج ده له أشكال كتير على حسب التدعيم اللي أنت حاطه، يعني بمعنى ممكن ما يبقاش في الزون بالظبط، ممكن تلاقيه ينزل شوية لتحت، والمكان اللي تحت على فكرة هو اللي بالنسبة لك بيبقى كريتيكال، هنشوفها دلوقتي مع بعض. ممكن لو أنا مستخدم ستيفنر في المكان ده
تلاقيه يسيف لك الزون اللي فوق وينزل لك الكومبريشن كله تحت، هو اللي يعمل لك باكلينج لو انت مستخدم ستيفنر في المكان ده. ممكن لو انت مستخدم 2 ستيفنر، خلي بالك لو انت مستخدم هنا ستيفنر تحت وستيفنر هنا، فبدأ هو زي ما قلت لكم من شويه اقسم المساحه اللي يحصل عليها باكلينج، فتبدأ والله لو المساحه اللي تحت دي صغيره فمش هيحصل فيها باكلينج خالص، هيبدأ الباكلينج كله يتسحب على المكان الأكبر. زي ما قلتش هقول دلوقتي إن دايما هنتعامل مع المساحة الكبيرة هي اللي بيحصل عليها باكلينج. ده كده لو أنا بتعامل مع شير. طيب يبقى أنا قلت خلاص أنا عندي ويب عليها بيو شير وعرفت إزاي هيتكون عليها باكلينج. إيه تاني بيظهر عندي؟ عندي والله زون كمان لاحظت ان عليها ماكسيمم مومنت وعليها زيرو شير، فالزون دي بالنسبه لي بقى عليها بيور مومنت. بيور مومنت ده برضه هيعمل لك كومبريشن، يعني هيعمل لك باكلينج. انا في الاول وفي الاخر انا بدور على فرصه كومبريشن اللي تعمل لي باكلينج، يبقى انا خلاص بحط ايدي على المساحه اللي هيحصل عليها باكلينج. هو ده اللي انا عايزه اوصل له النهارده. بدل حطيت ايدي على المساحه اللي هيحصل عليها باكلينج، خلاص بقى الخطوات سيستماتيك ما فيهاش اي مشكله. طبعا احنا عارفين ليه بيور مومنت هيحصل عليه باكلينج، يعني المومنت لو بالشكل ده فتلاقي دايما لو ده توزيع الاسترس المثلث اللي فوق ده كومبريشن، فتلاقي دايما ان المكان اللي فوق ده متعرض لفورس كومبريشن بشكل كبير. طبعا متعرضه بشكل مش متساوي، يعني مش نفس الفورس اللي فوق هي اللي بتاثر تحت، لا ده في هنا زيرو، بس هتلاقي ان كل الزون اللي فوق دي متعرضه لكومبريشن فورس. بدل حطيت ايدي على الكومبريشن يبقى خلاص حصل باكلينج. في زون بقى كمان لانه هي متعرضه لكومبايند شير اند مومنت، هتلاقي عندها قيمه مومنت وقيمه شير. مومنت عرفت ازاي بيعمل لي باكلينج، هتلاقي ان كل الزون اللي فوق دي عليها باكلينج. طب والشير؟ الشير بيأثر على الزون كلها، فانت هتلاقي ان انت عندك زي فورس كده، فورس على كامل الويب كومبريشن. فهي دي الفكره، هتلاقي ان المومنت ما بيأثرش على كامل المساحه، لكن الشير هتلاقي ان الشير هتلاقي ان كامل المساحه في الشير بيحصل عليها ايه؟ بيحصل عليها باكلينج. انا بقى هشوف هتعامل ازاي مع المساحات دي دلوقتي. طبعا في بقيه الزونز دي بتتعرض برضو للباكلينج، بس دي كده بالنسبه لي الكريتيكال زون. يبقى انت عندك لو اتسالت الكريتيكال زون هما 3، يا اما ان عليها بيور شير، يا عليها كومبايند شير ومومنت، يا عليها بيور مومنت. انا بقى هعمل ايه النهارده؟ انا هعمل تشيك ويب باكلينج ديو تو بيور شير وبيور مومنت. هو ده اللي مطلوب منك، يعني تقريبا في المحاضره ممكن تكونوا اخدتوا كومبايند مومنت وشير، بس ده اللي احنا هنتعامل معاه. لو اخدتوها وذاكروها بيقول لي هنا عندي دبل تراك بتاعتي بقى اوبن تيمبر، قال لي ان هو ديك بريدج، وكل ده على فكره ما يلزمنيش، انا اللي يلزمني ستريننج اكشن، لان كده ولا كده المساله دي ممكن تبقى اخر مساله حاجه في الامتحان. طبعا انتوا لسه هتاخدوا سيكشن مسجل، هينزل لكم سيكشن مسجل الاسبوع ده، بس ممكن يعني تبقى المساله دي اخر واحده في الامتحان ولا حاجه، فانت اصلا على ما توصل لها هيبقى معاك سكريننج اكشن من بدايه الامتحان، هتبقى حالل كل حاجه لحد ما توصل لها. فكل الكلام ده هتلاقيه اصلا مكتوب في اللي اوت. اسبان 27 متر ديفايدد 9 بانلز، ده اللي احنا بنتعامل معاه. سبيسنج بتوين مين جردر اللي هي الاسبان بتاع الكروس جردر، يعني 7.2 متر. مديني بقى ايه المهم؟ الستريننج اكشن اللي جاي على المين جردر. فبيقول لي ان انت عندك مومنت ديد ومومنت ديد زائد لايف زائد امباكت وشير ديد زائد لايف زائد امباكت. هو ده اللي يهمني، انت لما تدخل مساله الويب باكلينج ده اللي تدور عليه، ان انت عايز اسبان طبعا محتاج جدا الاسبان ده، ومحتاج ستريننج اكشن، هما دول اللي انت محتاجهم. بعد كده بيقول لي تشيك سيفتي فور ذا مين جيردر سيكشن اجينست ويب باكلينج ديو تو بيور شير، وعايز برضو نفس اللي تشيك على البيور مومنت. يبقى انا هتعامل مع الاثنين زون بس، بتاعت البيور شير والبيور مومنت. اول حاجه عشان اعمل تشيك ويب باكلينج ديو تو بيور شير، فقال لك هو انت اصلا انا مدي لك المين جيردر من غير اي ستيفنرز، انت دلوقتي قبل ما تدخل تعمل تشيك ما تدخلش من غير استفنر، اصلا اكيد هيبقى ان سيف، يعني ادخل الاول شوف انت هتستخدم ايه الاستفنرز اللي عندك. فقال لك اول حاجه انا هشوف هستخدم كام استفنر، لو دي كده المين جيردر دي كده
الويب والفلانجة بتاعت المين جيردر. ايه بقى الاستيفنرز اللي انا هستخدمها؟ قال لك لو انت الاسبان بتاع المين جيردر بتاعتك اقل من 15 متر، اقل من 15 متر ده يعني هتلاقي الدبس في حدود 1.5 متر، دبس لطيف يعني، والسكنس والنسبة ما بينها وبين السكنس ما تديلكش يعني الباكلينج اللي هو، ثواني بس معلش ثواني يا شباب. معلش يا شباب أنا آسفة. يبقى أنا أول حاجة هروح أشوف إيه أنواع الاستفنر اللي هستخدمها. فقالك لو الاستفنر بتاعك اللسبان أقل من 15 متر فأنت هتستخدم فيرتيكال استفنر بس، اللي هي بتحط استفنر على المسافات ما بينها من 1.5 لـ1.8 متر. لو دي كده المين جردر بتاعتك فبتحط في الأول وفي الآخر، وبتحط عند أماكن الكروس جردر، وهتحط كمان في النص بمسافات ايه زي ما احنا متعودين من 1.5 لـ1.8. ده لو الاسبان بتاعك صغير، لان الاسبان ده هتلاقيه ان هو مدي لك دبس مش كبير زي ما احنا بنقول 3 متر، والسكنس برضو الى حد ما النسبة ما بينهم هتبقى يعني في تدعيم من الاخر لان الدبس مش كبير. طب لو الاسبان بتاعك من 15 لـ28 متر، فقال لك في الحالة دي ده كده ولا كده هتستخدم فيرتيكال ستيفنر خلاص. طب هتزود عليه ايه كمان؟ هتستخدم هوريزونتال ستيفنر. طب الهوريزونتال ستيفنر ده هتحطه على مسافة ايه؟ هتحطه على مسافة الدبس على 5 للدبس على 4. يبقى انا اول حاجة والله لو الاسبان اقل من 15 متر هحط فيرتيكال، الاسبان من 15 ل 28 انا كده ولا كده مستخدم فيرتيكال. طب احط ايه كمان؟ قال لك هتحط كمان واحد هوريزونتال بالشكل ده،
هو الاستفتر عموما يا شباب بيبقى له اشكال، ممكن تبقى انجل، انت كده شايف انجل على فكره، دي كده انجل، انجل ملحومه هنا في الويب، او ممكن تبقى بليت، او ممكن تبقى تي سيكشن، فهو له اشكال كتير، فانت لما تيجي ترسمها توضحها له هترسم له خط وخلاص كده كانها بليت يعني. ان الحاجات دي بتظهر معاك في تصميم الاستفنر نفسه، انا مش عارفه انتوا هتاخدوه ولا لا. طيب بعد كده لو الاسبان اكبر من 28 متر فانت كده ولا كده معاك فيرتيكال، وكده ولا كده برضو انت هيبقى معاك هوريزونتال على بعد الدبس على 5 او الدبس على 4، ممكن توحد رقم عشان اللخبطه، انا عن نفسي كنت بستخدم دايما الدبس على 5. وهتستخدم ايه كمان؟ هتستخدم واحد هوريزونتال في النص، هنا هتلاقي الاسبان اكبر من 28 ده مديلك ويب ضخمه، ويب بانل ضخمه يعني دبس ضخم، لو حصل باكلينج فبتدي مساحه كبيره ممكن يحصل عليها باكلينج، فهو لما استخدم دعمها من الجنبين لا ان هو كمان محتاج يدعمها هنا على بعد دبس على 5، بس لما جه يعمل تشيك باكلينج لقى ان المساحه اللي تحت دي كبيره هتشيل استرس عالي، قال لك لا انا هستخدم كمان هوريزونتال على بعد ايه دبس على الاثنين. كل الحاجات دي انا بقلل المساحه اللي هيحصل عليها باكلينج، هو ده اللي انا محتاجه. طيب يبقى ده كده اللي تشيك ويب باكلينج بتاعي، اول حاجه اروح اشوف انا هستخدم ايه. طب انا المساله بتاعتي يعني سبان 27 متر، يبقى انا في الكيس 2 اللي هي من 15 ل 28، بس انا مش شايفه انا بكتب فين، بس ماشي، يبقى انا من 15 ل 28 هستخدم فيرتيكال ستيفنر على مسافه 1.5 متر. لما جه يحسب كده هو كان المسافه ما بين الاثنين كروس جردر 3، فانت هتحط واحد في النص هيبقى على مسافه 1.5، زائد هتستخدم هوريزونتال ستيفنر على بعد الدبس على 5 من فوق، بده كده اللي انت هتستخدمه. طيب بعد كده تروح تشوف ايه هي الكريتيكال بانل بالنسبه لك، مش انا بقول لك انا محتاجه اشوف ايه هي المساحه اللي هيحصل عليها باكلينج. طيب ده كده اللي انا استخدمته، انا استخدمت فيرتيكال ستيفنر بالشكل ده في الاول وفي الاخر وعند اماكن الكروس جيردر، وحطيت كمان واحد في النص على بعد ايه من 1.5 ل 1.8، فهي جت معايا 1.5 تمام. بعد كده لقيت ان الاسبان اكبر من 15 ل 28، فحطيت كمان هوريزونتال ستيفنر على بعد الدبس على 5. طيب لو انا بتكلم على بيور شير يبقى انا بتكلم على الويب البانل اللي بره دي، دي كده بيور شير. طب فين بقى المساحه اللي انا هتعامل معاها؟ تتعامل مع اللي فوق ولا مع اللي تحت؟ مبدئيا كده انت بدل بتقول بيور شير فانت المساحه كلها عليها كومبريشن، خلاص احنا متفقين عليها، ولان هيبقى عندك دياجونال كده، دياجونال ده كله شايل كومبريشن، فالمساحتين متعرضين للكومبريشن. بس لو بديهي كده بعينيك انهي مساحه من دول اللي متعرضه للكومبريشن اكتر من الثانيه؟ هل المساحه الصغيره اللي جايه له هنا في الكورنر دي، ولا المساحه الكبيره اللي تعتبر شايله معظم الفورس؟ يبقى انا لو هتعامل مع البيور شير هتلاحظ ان انت هتستخدم المساحه اللي تحت دي، هي تعتبر الكريتيكال بانل بالنسبه لك. يبقى لو انت الكيس بتاعتك نستخدم هوريزونتال ستيفنر، دي كده المساحه الكريتيكال بالنسبه لك، لان انت عندك كلها جايه عليها كومبريشن، بس اللي فوق دي مش متاثره زي اللي تحت اكيد، يبقى المساحه اللي تحت. طيب لو انت مستخدم اتنين هوريزونتال، دي كده نوت غير المساله بتاعتنا، لو مستخدم اتنين هوريزونتال فتلاقي ان المساحه الكبيره برضو هي اللي تعتبر كريتيكال بالنسبه ليك. طب لو انت مش مستخدم اصلا هوريزونتال فخلاص بقى، ما انت عارف ان كل ده عليه كومبريشن، خلاص يبقى هتستخدم المساحه كلها على بعضها، يبقى دي كده الثلاثه كيسز بتاعتنا. طب انا المساله بتاعتي هو انا مستخدم ايه؟ لا انا المساله بتاعتي انا مستخدم الكيس دي اللي هي مستخدم هوريزونتال ستيفنر، فبدل انا مستخدم هوريزونتال ستيفنر يبقى انا المساحه اللي فوق دي تعتبر مش كريتيكال بالنسبه لي، لانها متاثره بحاجه بسيطه قوي مش زي اللي تحت، يبقى انا هاخد المساحه الكبيره. يبقى انا هنا في الخطوه دي انا بشوف بالمساحه اللي هتعامل معاها، ومعاك الثلاثه كيسز بتوعك تطلع منهم المساحات. لو انا بتكلم عندي هوريزونتال يبقى هي دي المساحه اللي بتعامل معاها، ابعادها اللي هو المسافه ما بين الفيرتيكال ستيفنر اللي هو 1.5 متر، واللي هو الطول والارتفاع بتاعها انت حاطط هوريزونتال على بعد دبس على 5، يبقى الباقي هتلاقي 4 دبس على 5، يطلع لك الرقم ده. وانتوا معايا بس يا شباب لحد دلوقتي؟ حاجة يا باشمهندس. ماشي. طيب بعد كده مش انا خلاص بقى طلعت المساحة وظبطت الاستيفنرز وخلاص حطيت ايدي على المساحة هبدأ احل بقى، فقال لك بتحسب شوية حاجات كده عشان في الاخر تروح تجيب لي
اللوبو الباكلينج شير ستريس اللي هو كيو بي ده، وتروح تجيب لي الاكتوال شير ستريس تقارنهم ببعض وتشوف انت سيف ولا انسيف. طب انا عشان اوصل بقى للخطوه دي بعمل ايه؟ قال لك لا، تروح تحسب شويه حسابات. اول حاجه هتروح تحسب الاسبكت ريشيو اللي هي قيمه الالفا. الالفا دي يا شباب نسبه للابعاد، يعني من الاخر كده يشوف الابعاد دي هتتاثر قد ايه بالباكلينج. الباكلينج اصلا بيعتمد على الابعاد بتاعه البانل بتاعتك، بيعتمد على الباوندري كونديشن. بمعنى ايه هي الباوندري كونديشن بتاعتك؟ الاستيفنرز اللي هنا ده كده الويب بتاعك، الويب بتاع المين جيردر، لكن الاستيفنر اللي انت بتحطها دي عامله زي السبورتات، هي دي الباوندري كونديشن. الفلانجه بتاعت الويب من فوق ومن تحت دي باوندري كونديشن على فكره للويب. احنا اصلا بنقول على الويب بتاعنا ان هو ستيفند، لان هو بيبقى ممسوك من فوق ومن تحت بالفلانجات، وهتلاقي ان هو ممسوك من الجنبين بالستيفنرز، وممسوك كمان في النص بسبورت كمان ليه الهوريزونتال. يبقى كل دي تعتبر باوندري كونديشن بالنسبه لي. الباكلينج كمان بيتاثر باللودنج. ايه هو اللودنج؟ اللودنج يعني والله متعرض لشير ولا في مومنت ولا بيور شير ولا شير ومومنت، كل ده لودنج. يبقى ممكن تتسال يقول لك هو الباكلينج اصلا بيعتمد على ايه، او يقول لك هو الكي دي الكي كيو دي كده الباكلينج فاكتور. الباكلينج فاكتور ده بيعتمد على ايه؟ لو في الشفوي اتسالتها هتقول له ايه؟ هتقول له والله بيعتمد على اللودنج اللي عندي انا، شير ولا مومنت ولا كومبايند، بيعتمد على الباوندري كونديشن بتاعتي يعني قد ايه ستيفنر انا حاطط، كل دي تعتبر سبورتات للويب بتاعي، بيعتمد على الاسبكت ريشيو، بيعتمد على ابعاد الويب بتاعي، ابعاد البانل اقصد، ابعاد البانل بتاعتي نفسها، ده كده الاسبكت ريشيو. فلما تروح تحسب الاسبكت ريشيو هنتفق مع بعض ان الالفا بتساوي، من غير رموز عشان الناس ما تتلخبطش، الالفا بتساوي الافقي على الراسي، من غير رموز يا شباب عشان انت لو حفظت رموز مش هتحل. يبقى الالفا بتساوي ايه؟ الافقي على الراسي، لان ممكن الويب بانل دي تبقى بالشكل ده على فكره، مش شرط انها تبقى الارتفاع كده، ممكن يبقى كيس تانية يعني تطلع لك دي. عارفين الكيس دي تطلع منين؟ تطلع من الصب بانل اللي فوق دي. الصب بانل اللي فوق دي برضو شايله كومبريشن وعليها باكلينج، بس احنا ما نعملش تشيك عليها، نعمل تشيك على الكريتيكال. بس ممكن في سؤال في الامتحان يقول لك اعمل لي تشيك على الصب بانل. يعني ايه صب بانل؟ يعني البانل اللي فوق، مع انها مش كريتيكال بس هو عايز يعمل تشيك عليها، خلاص عادي وحر. فانت تاخد البانل دي تطلعها بره. طب لما تروح تحسب الالفا هتقول له افقي على راسي، مش دبس بقى وودس، لا افقي على راسي عشان ما تتلخبطش. يبقى الالفا بتساوي الدي واحد على الدي، يبقى 150 على الدبس 216، يدي لك الرقم ده، دي كده الالف. بعد كده هتروح تحسب الباكلينج فاكتور فور شير. بعد الالفا تحسب الباكلينج فاكتور. طب ايه بقى الباكلينج فاكتور ده بيساوي ايه؟ قال لك حاجتين والله، يا اما الالفا بتاعتك اقل من واحد فتدخل في القانون ده، يا اما الالفا اكبر من واحد فتدخل في القانون ده. لما تروح تعوض تطلع قيمه الالفا يدي لك لما تروح تعوض هنا، يعني الالفا بتاعتي كانت اقل من واحد، فتروح تعوض في الكي كيو بتساوي 4 زائد 5 34% على الفا تربيع، يدي لك الرقم ده. يبقى دي كده الكي كيو بتاعتك. خلي بالك انا الويب بتاعي له تصنيفين، الويب بانل دي يعني كريتيكال بانل دي كلها على بعضها اللي هي بالدبس كله، بالدبس 72 ده، قال لك انا بس بصنفه لحاجتين، يا اما ان هو ستيفند يا اما ان ستيفند. طب دي امتى ودي امتى؟ ستيفند لو فيه هوريزونتال ستيفنر. طب ان ستيفند امتى؟ لو من غير هوريزونتال ستيفنر خالص. طب انا الحاله بتاعتي دي ايه؟ الحاله بتاعتي ستيفند عشان انا عندي هوريزونتال ستيفنر. فقال لك لو انت في الحاله الثانيه دي اللي هي ان ستيفند، فانت ما بتحسبش قيمه الفا اصلا، انت بتقول له على طول الكي كيو ب 5.34%. هو انت كده ولا كده لما ندخل في القوانين انت مش محتاج اصلا كل ده، مش محتاج حتى كي كيو، هنشوفها دلوقتي. يبقى انا حسبت ايه لحد دلوقتي؟ حسبت قيمه الالفا وحسبت قيمه الكي كيو، الاثنين دول كده عشان اشوف انا باخد نسبه قد ايه من المساحه، من الاخر يعني نسبه قد ايه من المساحه يحصل عليها باكلينج، هو ده اللي انا محتاجه. طيب بعد كده عشان تحسب بقى، قال لك بعد ما تحسب الالفا والكي كيو اعمل تشيك بسيط كده، والله شوف اصلا هو انت بالابعاد بتاعتك والنسبه الباكلينج فاكتور ده اللي هو هيحصل قد ايه يعني من المساحه باكلينج، ما يمكن اصلا ما يحصلش باكلينج، يعني من غير اصلا ما تطلع باكلينج شير ستريس ولا اي حاجه ممكن ما يبقاش فيه باكلينج اصلا. فقال لك لو انا بتعامل مع ستيفند ويب، ستيفند ده اللي هو فيه هوريزونتال ستيفنر،
هتروح تعمل تشيك على دي على تي ويب اقل من 45 جذر كي كيو على اف ييلد اللي انت لسه حاسبها. لو طلعت اقل يبقى انت اصلا ما عندكش باكلنج ديو تو شير، يبقى الشير بتاعك ده قيمه صغيره مش هتعمل لك باكلنج. وخلي بالكو انا لحد دلوقتي ما دخلتش قيمه الشير في الحسابات، لان انت اصلا ممكن الويب بتاعك يحصل عليه باكلنج نتيجه الابعاد بتاعته انها سلندر شويه. خلي بالنا من الحته دي. انا لحد دلوقتي على فكره الباكلينج ما بيعتمدش على في حسابات زي الاستيفنس كده. حسابات الاستيفنس دي اللي هي بتعبر عن ان الابعاد نفسها شايله قد ايه. ممكن انا ما دخلتش حسابات خالص في الاحمال لحد دلوقتي، فانت من قبل الاحمال لازم تروح تتاكد ان هو هيحصل اصلا عليه باكلينج ولا لا من غير حمل. فانا هنا لما جيت عملت اقل من الرقم ده فطلع ان هو اصلا مش هيحصل فيه باكلينج، فخلاص يبقى انت كده سيف من الاول. وهتقارن، هتروح تقارن الشير بتاعك ده كده الشير بتاعك الاكتشوال، هتقارنه بكيو يو بي 35 من مائة فيل، والمساله بتاعتك تخلص على طول دلوقتي. طب افرض ان انت طلعت اكبر من، لا انت كده عندك باكلينج فعلا ديو تو شير، هتروح بقى تحسبه. طيب لو انا ان ستيفند ويب، دي كده اقصد بيها ان ان الويب زون بتاعتك دي ما فيهاش هوريزونتال، ما فيهاش هوريزونتال ستيفنر، فقال لك هتروح تعمل تشيك على الدي على تي يوب اقل من 105 على جذر 105 على اف يلد. في الحاله دي مفيش باكلينج ديو تو شير، يبقى انت برضه هتتعامل مع الشير بتاعك تقارنه ب 35 من 100 اف يلد، وده اللي انت عامله اصلا في التشيك. طيب لو انت اكبر من، يبقى انت في الحاله دي عندك شير، يبقى انت حسبت الالفا والكي كيو، وهتروح تعمل تشوف تشيك انت اصلا ممكن يحصل عندك باكلينج ستريس ولا لا. طب انا المساله بتاعتي هروح اجيب الدي على تي ويب اقارنه ب 45 جذر كي كيو على اف يلد، لقيت انه اكبر منه يبقى للاسف انا الشير بتاعي ده هيعمل لي باكلينج. بعد كده بعد ما عرفت ان انا هيعمل لي باكلينج، ادخل بقى في الخطوه اللي بعدها ان انا احسب اللامدا كيو. اللامدا كيو دي السلندرنس ريشيو بتساوي دي على تي ويب على 57 جذر اف يلد على كي كيو. كل ده معاك، الكي كيو معاك، هتروح تعوض تطلع بالرقم ده. بعد ما تحسب اللامدا كيو هتدخل بقى تحسب السلندرنس ريشيو، ده بيساعدني ان انا احسب الالاوبل باكلينج شير ستريس. خلي بالكم يا شباب، عايز اقول حاجه، انا دلوقتي في الويب بتاعتي الويب زون اللي انا طلعتها دي كانت بيور شير، عليها نوعين ستريننج اكشن، عليها الشير الشير بتاع الطبيعي ده اللي هو بيعمل شير ستريس، تمام كده، وعليها نتيجه الشير ده والشير المكافئ يتكون عليها كومبريشن فورس تعمل لي باكلينج. يبقى انا عندي حاجتين، عندي شير وباكلينج. انا عملت ايه في خطوه اللي تشيك باكلينج دي؟ انا رحت اتاكدت ان الشير ده فعلا هيطلع لي فورس تعمل لي باكلينج، انا كنت عايزه اتاكد من كده. فلما دخلت عملت تشيكاتي لقيته فعلا هيطلع. طب افرض ما فيش باكلينج، يبقى انت خلاص هتنهي المساله ان انت بتعمل تشيك على الشير، مسالتك هتنتهي كده ان انت تعمل تشيك على الشير وخلاص، تمام كده، عشان الناس اللي مش مستوعبه الخطوه دي. بعد كده رحت حسبت اللامدا كيو، اللامدا كيو عشان هتساعدني ان انا احسب الالاوبل باكلينج ستريس طلع بالرقم ده. هتروح بقى تعوض، هتلاقي ان انت عندك 3 اوبشن. والله يا اما اللامدا كيو بتاعتك اقل من 3 من 10، يبقى انت الالاوبل بتاعك هو 35 من 100 فيل اللي هو نفس قيمه الشير يعني الالاوبل، يا اما ان اللامدا كيو بتاعتك محصوره ما بين قيمتين 8 من 10 ل 1.2 من 10، فهتروح تعوض في القانون ده بدلاله برضو اللامدا كيو، يا اما ان انت اللامدا كيو بتاعتك اكبر من 1.2 من 10 فهتعوض بالقانون ده بدلاله اللامدا كيو. طب انا المثال بتاعي كان اللامدا كيو 1.167، يعني انت فين؟ يعني انت اللامدا كيو بتاعتك محصوره ما بين 8 من 10 في الاوبشن الثاني ده، هتروح تعوض في القانون الثاني كيو بي بتساوي 1.5 ناقص الرقم ده في اللامدا كيو في 35 من 100 اف يلد. لما تروح تعوض هتطلع الرقم ده، يبقى انت عندك الالاوبل باكلينج شير ستريس 755 من 1000 طن على سنتيمتر تربيع. يبقى ده كده الويب بتاعك يستحمل الباكلينج شير ستريس لحد الرقم ده. هتروح بقى تجيب الاكتشوال شير ستريس اللي عندك. ايه الاكتشوال اللي هنا؟ اللي هو جاي يعني ان كيو ديت زائد لايف زائد امباكت. طب هو انت هنا في الويب بانل في النص مش بالظبط عليها القيمه كلها، لان انت مش موجود عند السبورت، انت بتعمل تشيك على منتصف الويب منتصف الزون نفسها، فتروح تاخد بس نسبه منه 95% كيو ديت زائد لايف زائد امباكت على الاتش ويب على التي ويب. وخلي بالك
انا البانل بتاعتي كامله بالهوريزونتال بكل حاجه، كان الدبس بتاعها 270، بس انا كنت بعمل تشيك على الجزء اللي جوه ده. بس لما تيجي تحسب الاكتشوال، الاكتوال بيأثر على البانل كلها، ما بيأثرش على حته، فتروح تعوض بالدبس كله. خلي بالنا دبس اللي هو 270 دبس الويب، يعني في التي ويب بيطلع لك 56 من 100 طن على سنتيمتر تربيع. طبعا الكيو اكتوال اقل من الاولبل باكلينج ستريس اللي هو كان طالع 755. يبقى انت الزوم بتاعتك دي هيحصل عليها باكلينج، بس سيف، انت لسه في المكان السيف برضه. ده كده لو قال لك تشيك وبانل ديو تو بيور شير، لو قال لك وسكت فانت تروح تعمل تشيك على الزون اللي تحت لان المساحه كبيره. طب افرض قال لك تشيك على السب بانل، خلاص يا هو عايزك تعمل على اللي فوق، خلاص عادي هتعمل له على اللي فوق نفس الخطوات يا شباب. واتفقنا ان الالفا بتساوي الافقي على الراسي، هي نفس الخطوات ما فيهاش اي اختلاف. حد عنده مشكله يا شباب لحد دلوقتي؟ معلش يا باشمهندس، هو القوانين اللي موجودة من أول القوانين اللي هي من عند ال كي كيو اللي هي الألفا، هي معطى القوانين دي؟ جيفن كل القوانين دي بتلاقيها، بيبقى كده في صفحة، في يعني كام ورقة زيادة مع الامتحان دي مكتوب فيها قوانين، مش حفظ طبعا، صعبة أصلا. تمام، يعني حتى ال كي كيو نفسها القانون البسيط ده برضك موجود. كل حاجة تبقى موجودة. تمام. طب افرض ان انا بعد ما عملت كل ده لقيت ان انا انصيف، اعمل ايه بقى؟ لو انت لقيت ان انت انصيف فانت عندك حل من ثلاثة. الحل البديهي ان انت تروح تزود التي ويب دي، زودها فبالتالي تقلل الاكشوال ستريس، ده حل. ممكن الناس اللي طلعت عندها تي ويب واحد واربعة وقفتها على كده تزودها، ممكن تزود واحد ونص بس، يعني ما تزودهاش قوي، ما تفضلش تزود بزيادة يعني، عشان انت ممكن بعد كده لما تزود تروح تعمل تاني تشيك على السلندرنس ريشيو وترجع تحل تاني، عشان انت لو زودت التي ويب كل القوانين اللي فيها دي ويب على تي ويب هتتغير فترجع تحل من الاول. طيب ده كده لو انت عملت انكريز. ممكن ان انت، هي بس دي تي ويب مش دي ويب، ممكن ان انت تعمل ايه بقى؟ ممكن انت مستخدم دلوقتي هوريزونتال ستيفنر واحد، طب تعمل ايه تاني؟ ممكن تستخدم واحد كمان في النص. يبقى انت كده بدل ما كنت بتتعامل مع المساحه دي كلها، لا هتتعامل مع المساحه اللي تحت وتروح تعمل ايه. طب ممكن تعمل ايه تاني؟ ممكن لو انت المسافه دي كبيره، يعني لحد 1.8 متر، انت ممكن تستخدم كمان واحد في النص. وانا قلت لكم ان انتوا تقلوا عن 1.5 عادي، بس ما تزيدش عن 1.8. فانت ممكن تستخدم واحد كمان، يبقى انا بدل ما بتعامل مع المساحه كلها، لا انا هبدا اتعامل مع نص المساحه. فده حل بالنسبة لك، يا إما إن أنت تستخدم هوريزونتال، يا تستخدم فيرتيكال، يا تزود بقى في الأبعاد بتاعة الويب نفسها عشان تظبط معاك، بس ترجع تعمل تشيكاتك من الأول. أنا ما بفضلش زيادة الأبعاد دي لأنها ممكن تغير لك في السلندرنس ريشيو. فأنت فكرة إن أنت تحط ستيفنرز زيادة دي هتبقى إفكتيف معاك أكتر. ده كده بالنسبة للويب اللي عليه بيور شير، الويب بانل يعني. طيب لو قال لي بقى تشيك ويب باكلينج ديو تو بيور مومنت، اعمل ايه؟ انا من الاخر عايز اشوف الاسترس على الويب بتاعي ديو تو بيور مومنت ده والله اقل ولا اكبر من الباكلينج ستريس. فقال لك انت بتعمل تشيك كده ما بين الكريتيكال ستريس ده اللي هو بتاع الباكلينج اصلا، ده كده الالاوبل بتاعك في الباكلينج، على الاكتوال اللي عندك النسبه منهم تبقى اكبر من 1.5، يعني يعتبر حاطط معامل امان 1.5، مش مجرد ان هو بيقارنهم بواحد، لا حاطط معامل امان 1.5. طب عشان اوصل للخطوه دي اعمل ايه؟ والله هتروح تحسب الاف اكتشوال. الاف اكتشوال ده اللي هو ستريس الناتج من المومنت على فكره، بس جاي من المومنت. الاف كريتيكال ده كده اللي هو الالاوبل باكلينج، وتروح عشان تدخل في الخطوتين دول تحسب حاجه اسمها الباكلينج فاكتور، ده شبه الباكلينج فاكتور اللي احنا لسه حاسبينه. هتروح تحسب، يبقى انا دلوقتي محتاجه ان انا اجيب فاكتور اوف سيفتي 1.5 زي ما قلت لكم. عشان تدخل في فاكتور اوف سيفتي دي هتروح تحسب اف كريتيكال واف اكتوال. بس الاف كريتيكال ده قانون اللي هو ده، سيبك من اللي فوق ده، هو يعني من الاخر ده كده هو حاسبه من، لو الناس فاكره، فاكرين اويلر، اويلر بتاع الكومبريشن اللي راح جاب عمود هنجل واثر عليه بفورس كومبريشن وقعد ياثر عليه لحد ما وصل للبي كريتيكال. يعني ايه بي كريتيكال؟ يعني الفورس اللي هي بيبدا عندها يحصل انبعاج، هو ده اويلر. فهو راح جاب من قانون اويلر القانون ده الاستريس،
يبقى انا عندي الاسترس بتاعي الالوبل بيساوي الباكلينج فاكتور في 1898 تي ويب على البي في كل تربيع. المفروض ان كل ده يبقى اقل من، بس حط لك ليميت، اقل من او يساوي 8 من 10 اف يلد. يعني لو زاد عن كده، لا قال لك اقف عند 8 من 10 اف يلد، ده الليميت بالنسبه ليه. ده كده بالنسبه للاف كريتيكال. طيب بالنسبه للاف اكتوال، الاف اكتوال بيساوي، قلت لكم ده ستريس ناتج من مومنت. يعني انت عندك ويب اهو، الويب ده بيأثر عليه مومنت، المومنت ده هيعمل لك ستريس قد ايه؟ هيعمل لك ستريس ام في واي على اي. طيب انا برضو قبل ما ادخل احل دلوقتي، هبقى عايز احط ايدي على المكان اللي هيحصل فيه كومبريشن، عايز احط ايدي على المساحه. طب اجيبها ازاي بقى؟ قال لك ان الكي اللي انت عايز تحسبها دي عشان تدخل بيها في القانون بتاع الاف كريتيكال بتعتمد على الكومبريشن زون. زي ما قلت لكم، عايز احط ايدي على المساحه اللي فيها كومبريشن اللي هيحصل فيها باكلينج. فقال لك لو انت الكيس بتاعتك انت مش مستخدم هوريزونتال ستيفنر خالص، فالكنت الكي دي ممكن، معلش نحفظها عشان انا مش متاكده تبقى موجوده ولا لا، كنت الكي ناخدها ب 23.9. بصوا بقى، لو دي البانل بتاعتي وانا مش مستخدم هوريزونتال ستيفنر، فلما اجي الاسترس مش بيبقى مثلثين كده، سواء بقى هو المثلث جاي كده ولا كده مش فارقه، يعني هيبقى مثلثين، مثلث تنشن ومثلث كومبريشن. عارفين ان لو المومنت بالشكل ده هتلاقي ان تحت عليه تنشن واللي فوق عليه كومبريشن. طيب تمام، يبقى انا دلوقتي عندي ايه هي الزون اللي عليها كومبريشن؟ اللي فوق. بس انت خلي بالك ان انت مش مستخدم اي هوريزونتال ستيفنر، ففي الحاله دي انت ما تقدرش تروح تقول لي انا هستخدم البانل اللي فوق بس هي اللي عليها كومبريشن. لا، ما اصل البانل اللي تحت هتتاثر بيها لما يجي يحصل شويه ديفورميشن نتيجه الباكلينج، البانل اللي تحت هتتاثر بيها لان مفيش تدعيم في المكان ده. يعني ممكن اللي تحت خالص ده ما يتاثرش، اه يفضل في مكانه، لكن المكان اللي قريب من فوق لا، هيبدا يحصل عليه باكلينج كده، هيبدا الباكلينج يحصل بالشكل ده. اللي تحت مش متاثر لكن جزء منه متاثر، فما اقدرش ان انا اروح اقول لك انا هاخد البانل اللي فوق بس اتعامل معاها. لا، انت مش حاطط لي اصلا اي ستيفنرز هنا. يبقى انت حاله، الحاله اللي انت مش مستخدم فيها هوريزونتال ستيفنر خالص، مساحه البانل كلها بتتعامل معاها. يبقى انت الكي هنا بالنسبه لك هتساوي 23.9. الرقم ده يا شباب هما بيطلعوه بناء على يعني شويه اناليسيس كده، بيشوف قد ايه هيحصل باكلينج من الويب، فبيحط الرقم ده عشان يساعده بعد كده في الحسابات. احنا ما تشغلناش بقى الحاجات دي، بس الرقم ده نحفظه. طيب بعد كده بحتاج كومتين، بحتاج بي واي، وهنحتاجها في دلوقتي في القوانين. فبالنسبه لي ايه هي البي؟ بالنسبه لي هي الدبس، او هي الارتفاع، او هي الراسي للاخر. البي هي الراسي، يبقى انا الراسي بالنسبه لي هنا انا بتعامل مع البانل كلها، يبقى هي دي ويب، لان هي كلها هتتاثر بالباكلينج. ما ينفعش اقول ان انا هتاثر بالبي على الاثنين، لا. طب بالنسبه للواي، الواي دي عشان هتستخدمها بعد كده في حساب الاسترس الاكتشوال. طب الاسترس الاكتشوال انا بتعامل مع ستريس ناتج من الكومبريشن عشان باكلينج، يبقى الواي جايه من السي جي لحد اعلى نقطه في البانل بتاعتك هيحصل عليها كومبريشن. دي كده اعلى نقطه في البانل بتاعتي، يبقى الواي هنا بتساوي ايه؟ بتساوي دي ويب على الاثنين. الفاكتورز دي هنشوفها دلوقتي في المساله. لو انت مستخدم بقى هوريزونتال ستيفنر تعمل ايه بقى في الحاله دي؟ لو ده توزيع الاسترس بتاعه، قلنا ان هو مثلثين تنشن وكمبريشن، فهتلاقي ان انت عندك هنا انت حطيت هوريزونتال ستيفنر على بعد الدبس على 5، هتلاقي ان البانل اللي فوق دي عليها كومبريشن، يبقى يحصل عليها باكلينج. طب والبانل اللي تحت جزء عليه كومبريشن جزء عليه تنشن، هل اقدر اجي اقسمه؟ لا، ما اقدرش، لان اكيد الجزء ده هيتاثر شويه بالكومبريشن. فبالنسبه لك برضو انت هتتعامل مع البانل كلها، فحته ان انت عندك هوريزونتال ستيفنر واحد انت هتتعامل مع المساحتين، هتعمل تشيك على المساحتين. يبقى انت عندك قيمه الكيهات دي حفظ، الكي اللي فوق دي في البانل الصغيره كي ب5، واللي تحت ب42.6. بعد ما تحسب قيمه الكي بالنسبه للواي بقى، الواي ان انا لما اجي اخد البانل اللي فوق دي عايز احسب الاسترس، احسب عند اعلى نقطه، فاعلى نقطه الواي بتاعتها بكام؟ من السي جي يعني، بس طبعا اعلى نقطه عليها كومبريشن زي ما بقول كده. يبقى الواي هنا دي ويب على الاثنين. طب هنا هتبقى الواي بتساوي ايه؟ 3 من 10 دي ويب، بالحسبه كده هتطلع يعني. طيب ده كده بالنسبه للابر بانل، قلت لكم ان احنا هنتعامل مع مساحتين لو انت حاطط هوريزونتال ستيفنر. طب بالنسبه للور بانل، الكي قلت لكم انها لازم تبقى حفظ،
البي اللي انت هتتعامل معاه هو الدبس كله، يبقى هو الرأس يعني عشان الناس ما تتلخبطش. 8/10 دي ويب، والواي بتاعتك هي اعلى نقطة او اقصى نقطة هيحصل عليها كومبريشن ستريس، يبقى من السي جي لحد الاعلى نقطة دي. انهي سي جي يا شباب؟ سي جي البانل كلها، سي جي البانل كلها، مش الجزء المساحة اللي انا بتعامل معاها، لا سي جي البانل كلها، تحطه كده قبل ما تعمل اي حاجة. طيب لو انا هستخدم تو هوريزونتال ستيفنر بقى ايه اللي هيحصل؟ لو ده توزيع الاسترس بتاعي، هلاقي ان ده عليه كومبريشن وده عليه كومبريشن وده عليه تنشن. بس ده انا حطيت هنا ستيفنر ففصلت تماما ما بين الزون بتاعت الكومبريشن والزون بتاعت التنشن، يبقى دي خلاص مش هتعامل معاها تاني. يبقى انا هتعامل بس مع الزونات اللي بيحصل عليها كومبريشن، سواء دي او دي، دي كده خلاص بالنسبه لي مش هتعامل معاها، لان انا فصلت تماما ما بينها وما بين الزون بتاعت الكومبريشن. يبقى لو انا بتكلم على الابر بانل اللي هي دي، عندك تو بانلز بقى تتعامل معاهم، دي ودي. الابر بانل الكي بتاعتها بخمسة، والبي اللي هي بتعبر عن الرأسي او الدبس يعني 2/10 دي ويب، والواي بتاعتها من اقصى نقطة لحد السي جي، لانها دي ويب مع الاتنين. طب لو بتعامل مع اللور بانل، الكي بتاعتك خلاص 81%، بالنسبة للبي فالبي هي الرأسي بتاعك اللي هو 3/10 دي ويب، والواي بتاعتك من أقصى نقطة لحد السي جي يعني 3/10 دي ويب. ده كده بالنسبة لللور بانل. يبقى دلوقتي يا شباب أنا قبل ما أدخل أحل لازم أطلع التلاتة فاكتورز دول، الكي والبي والواي، لأن دول هعوض بيهم في المسألة دلوقتي. فتدخل تشوف أنت في أنهي حالة، وخلي بالك إن أنا بتعامل مع الكومبريشن زون. لو انا ما عنديش اصلا هوريزونتال فانت خلاص انت البانل كلها معاك. طب لو انت حاطط واحد هوريزونتال فانت كده بتقسمهم لتو بانل، اللي فوق واللي تحت، واللي تحت كلها معاك برضو على الرغم انها عليها شويه تنشن تحت. طب لو انت عندك تو هوريزونتال ستيفنر، لا ده انت فصلت تماما ما بين التنشن والكمبريشن، فانت عندك تو بانلز اللي هما اللي فوق بس، هما دول اللي متاثرين بالكمبريشن. بقى المساله بتاعتي انا كان مديني قيمه مومنت وانا مستخدم هوريزونتال ستيفنر، فعرفت ان انا هتعامل مع تو بانل اللي فوق واللي تحت كلها، وقيم الكي انا داخل حافظها، وعايز اعرف قيم البي، طبعا البي هي واضحه قدامي، وعايز اعرف قيم الواي عند كل نقطه احسب عندها الاسترس مكانها في قد ايه من السي جي، سي جي البانل كلها على بعضها. وقلت ان انا هتعامل مع تو بانل اللي فوق واللي تحت. طب بالنسبه للابر بانل، الابر بانل دي انا عايز اروح احسب لها الاسترس الاكتشوال والستريس الالاول. طب بالنسبه للاكتشوال، الاكتشوال اللي هو مومنت كومبريشن ستريس عادي خالص، ام اوف واي على اي، فلما تروح تعوض الام ديد زائد لايف زائد امباكت معاك على الاي اكس. انهي اي اكس؟ اي اكس قطاع الشباب، القطاع بتاعي اي سيكشن ده كده، الاي اكس بتاعتي مش حد بقى يروح يقول يجيب لي اي اكس للويب كده وخلاص، لا اي اكس القطاع كله، قطاع المين جيردر، لان المومنت ما مش ماسكه لي الويب بس، لا ده المومنت اصلا بيأثر على القطاع كله، يبقى دي اي اكس القطاع. في الواي انهي واي بقى؟ عشان انا بتعامل مع ابر بانل يبقى دي كده الواي بتاعتي من هنا لحد السي جي اللي هي دي ويب على الاثنين، طبعا الويب كله مش البانل الواحده. في الاخر هيطلع ان انا عندي عند النقطه دي بيأثر استرس 1.4 طن سنتيمتر تربيع. بعد كده تروح تحسب الاف كريتيكال بتاعتك، تعوض في القانون تعويض مباشر على طول، هيبقى الكي بتاعتك معاك الكي بخمسة، ف 1898 في التي ويب على البي، التي ويب بتاعتك بواحد واربعة من عشرة على البي 54 لكل تربية. في الآخر طلع بالرقم ده، ما تسيبش السؤال غير لما تشوف هو أقل ولا أكبر من 8/10 اف يلد. لما رحت عوضت هنا لقيت إن 8/10 اف يلد باتنين 24% طن على سنتيمتر تربية، طبعا زي ما أنا شايف كده ان الاف كريتيكال اكبر، يبقى انا هاخد الاف كريتيكال بكام؟ لا اخدها بالقيمه الاقل، بال8/10 اف يلد. تروح بقى تعمل التشيك اللي انت بتدور عليه اللي هو اف كريتيكال على الاف اكتشوال، هيدي لك 1.6، الرقم ده اكبر من 1.5 يبقى انت سيف. لو طلع اكبر من او يساوي 1.5 يبقى انت سيف. طيب افرض ان هو بقى طلع اقل من 1.5، طلع يعني افرض ان انت طلعت ان سيف، تعمل ايه بقى؟ لا في الحالة دي بقى والله يروح حط، ممكن تحط مثلا كمان هوريزونتال ستيفنر. لو انت هي عموما الاب الصب بانل دي دايما هتطلع صيف لان هي مساحتها صغيرة،
بس افرض يعني انها طلعت unsafe، ممكن تروح تزود في ابعاد السكنس، بحيث ان انت لو زودت السكنس تزود في الانيرشيا فتقلل الاكشوال ستريس. يعني في كذا حاجه ممكن تعوض بيها. ممكن تروح تزود الاف ييلد اللي انت كنت بتقارن بيها في 8 من 10 اف ييلد، يعني ممكن تروح تزود الستيل جريد. دي حاجه. طيب ده كده بالنسبه للابر بانل. طيب بالنسبه للور بانل، اللور بانل هتروح تحسب برضو الاستريس الاكتوال عند اعلى نقطه هنا ام في واي على اي، فالمومنت ام ديت زائد لايف زائد امباكت على الاي اكس في واي، فالواي بتاعتك خلاص بقى عرفنا نحسبها ازاي من السي جي بتاع الويب بانل كله. بعد كده تروح تدي لك الرقم ده، يعني عليها ستريس 837 من 1000 طن على سنتيمتر تربيع. هتروح تقارنه بالكي في ال 1898 تي ويب على بي لكل تربيع. فلما رحت عوضت هنا لقيت الرقم ده طلع 3.39 من 100، بس ال 8 من 10 اف يلد دي ب 2.24 من 100. يبقى انت كده هتاخدها الرقم اللي اقل. يبقى ده كده اللي اقل لو بالاستريس بتاعك في المكان ده نتيجه الباكلينج ديو تو بيور مومنت 2.24 من 100 طن على سنتيمتر تربيع. في الاخر هتلاقي ان الفاكتور اوف سيفتي بتاعك هيساوي الاف كريتيكال على الاف اكشوال، طلع اكبر بكتير من 1.5، وده طبيعي لان المكان ده عليه ستريس اقل من اعلى نقطه. يعني هيطلع اكبر من 1.5، يبقى انت القطاع بتاعك سيف ويب باكلينج ديو تو بيور مومنت. نفس الخطوات دي هتعملها لو انت عندك هوريزونتال ستيفنر هنا عادي، انت عندك ابر بانل ولور بانل. طب لو انت ما عندكش اصلا ستيفنرات هتتعامل مع بانل واحده اللي هي كلها على بعضها، يعني تروح تحسب لي هنا المومنت اللي قصدي الاف اكتشوال، وتحسب الاف كريتيكال وتقسمهم على بعض وتشوف الدنيا هتمشي ازاي معاك، وعارف طبعا قيمه الكيب كام. هي نفس الخطوات ما فيهاش حاجه. حد عنده مشكله شباب في الويب باكلينج ديو تو بيور مومنت؟ في قوانين انت شايفها سهله تتحفظ احفظها تحسبا لاي حاجه، بس القوانين بتجيلك جيفن. بس لو في حاجه لقيتها سهله يعني عينيك واخده عليها خلاص بقى يعني احفظها. طب يا باشمهندس بالنسبه لل 8 من 10 اف يلد ديت، اول مره نشوف ان ال 8 من 10 اف يلد يعني ديت ليه او ايه السبب بتاعها؟ لا هو حاطط بس ليميت، يعني هو اصل ممكن الرقم ده زي ما انت شايفين هو مطلع لك رقم كبير فيبقى مور سيف بزياده، فهو بيبقى حاطط حته الباكلنج دي يعني مخيفه شويه في الاستيف، فهو حاطط ليميت ليها مش اكتر. السبب فيها لا دي بتيجي من اختبارات كتير، يعني مش بتيجي انها بسبب حاجه معينه، هو عمل اختبارات كتير ولقى ان اقل حاجه ممكن يبقى هو بالنسبه له خلاص بقى كده مطمن من ناحيه الباكلنج هي 8 من 10 فيلد. الرقم لو زاد عن كده ممكن في الطبيعه ما تبقاش كده فعلا، يعني خلي بالنا ان القوانين دي مش كلها بتبقى جايه من اكسبيرمنت، لا هو بيعمل مثلا عينتين ولا حاجه في المعمل ويعمل 200 عينه ببرامج وفي الاخر يطلع قوانين وفي الاخر هي معتمده على البرامج، بس هو عشان ما قدرش يعمل 200 عينه في الطبيعه فبيبقى خايف من الحته دي، فيقوم يقول لك ايه لا انا هحط هنا ليميت عشان مهما حصل انا ابقى انا لسه في المنطقه السيف. بس تمام كده ماشي يا يا باشمهندس. لو طلعت ان سيف اقول له مثلا زود السمك تيك السمك بيساوي كذا وامشي، ولا لازم اعيد الحل تاني؟ ما هو انا قلت لك لقيت وقت معاك يفضل تكملها. طب ما لقيتش خلاص بقى يعني قول له خلاص انا ازود ستيل جريد وفي الاخر هتطلع انها سيف وكذا على كذا، هيبقى اكبر من 1.5، يبقى الدنيا هتبقى تمام كده يعني، وان شاء الله بتطلع الدنيا سيف. يعني اللي حاطط السؤال بيبقى حاطه بحيث ان انت ما تلفش شويه، فاهم؟ طيب لو قال لي هنا سؤال كده تبقى حاجه كده بسيطه، مبدئيا بس شايفين القانون اللي هو بتاع الاف كريتيكال ده؟ على فكره الاف كريتيكال ده يعتبر قانون عام، يعني في ساعات بيحلوا بيه في الحته اللي هي بيور شير، ده يعتبر قانون عام لانه جاي من القانون الاصلي اللي هو بتاع اويلر. زي ما بقول لكم اويلر كان بيجيب كده بي كريتيكال بتبقى اف اويلر في الاريا، ده قانون عام اصلا، ده هو ده كده قانون الكمبريشن ستريس اللي يعمل لك باكلينج، ده كده يعتبر القانون العام. ففي السؤال اللي انا هديه لكم دلوقتي هنعوض بيه بالاف كريتيكال على الرغم ان هو كان مطالب بيور شير، لان ده اصلا يعتبر ستريس قانون عام، وكمان بلس ان القانون ده من جوه ما بيعتمدش على الاف ييلد. لو الناس واخده بالها واخدين بالكم ان القانون ده اصلا ما بيعتمدش على الستيل جريد،
بعدين هو هنا راح مقارنه بحاجة بتعتمد على الستيل جريد، لأن أصلا البوكلينج في كده نوعين من البوكلينج، إلاستيك بوكلينج وإن إلاستيك بوكلينج. هتلاقي إن الإلاستيك بوكلينج ده ما بيعتمدش على، إحنا بنتعامل مع الإلاستيك بوكلينج، ما بيتعاملش مع الستيل جريد أصلا، ده معتمد كامل اعتماد على الأبعاد بتاعتك، الأبعاد دي مستحملة ولا لأ، مستحملة وزنها نفسه ولا لأ، هو ده البوكلينج أصلا، ما بيعتمدش على الستيل جريد. فأنت تلاحظ هنا في القانون إن هو مدي لك قانون عام، قانون عام اللي هو بيعتمد على الثيكنس، بقولكم من شوية دلوقتي ما بيع... السؤال نفسه هو مش مدي لك أي حاجة للستيل جريد، عايز يعمل مقارنة باستخدام الأبعاد. فلما تروح تجيب له الإف كريتيكال هتجيبها له بإيه؟ هتستخدم القانون العام طبعا. اللي أنا بقوله ده ما يخليش حد في البيور شير يروح يستخدم القانون ده، محدش يعمل كده في البيور شير، نحل عادي. لكن لما يجي لي سؤال كده زي ما وريه لكم دلوقتي، سؤال مقارنه كده بسيط، فخلاص ان انا مش في ايديا دلوقتي غير ان انا اقارن بالقانون العام. هيقول لي هنا consider four panel، مديني four panels، four panel دي يعني مديني panel كده، مش مديني بقى ولا main girder ولا اي حاجه. بيقول لي ان انا عندي اربعه panel بالشكل ده، عندي اربعه معرفش ابعادهم ايه، بس قال لي خلي بالك ان الاريا بتاعتهم متساويه، كلهم نفس الاريا. طيب ماشي مديني، بس اه بقى ايه الاختلاف ما بينهم؟ الشكل نفسه، الشيب الاسبكت ريشيو، الاسبكت ريشيو ده اللي هو بيحدد لي الشكل نفسه، ربع و75% وواحد وربع و75%. زي ما انا قلت لكم في اول السكشن، لو اتسالته هو الباكلينج فاكتور ولا الباكلينج شيب فاكتور ولا الباكلينج عموما بيعتمد على ايه في البيور شير، هتقولوا له ان هو بيعتمد على اللودنج، والله انا عندي شير ولا مومنت، بيعتمد على الباوندري كونديشن بتاعتي، الاستيفنرز اللي انا بستخدمها قد فين، مكانها فين، زي ما قلنا من شويه اللي احنا بنحط ايدينا على المساحه اللي عليها كومبريشن، بيعتمد على الاسبكت ريشيو. الاسبكت ريشيو ده هتشوفوا تاثيره دلوقتي، على اساسه هنشوف الباكلينج الالاوبل يطلع ازاي. طيب بعد كده بيقول لي ايه بقى، انت عندك فور بانل مش مدي لك اي ابعاد، بس مدي لك الاسبكت ريشيو بتاع كل واحده، ومدي لك كمان حاجه جيفن انها ايكوال اريا، اما الاربعه نفس المساحه. بيقول لي ديترماين انهي واحده ورست شيب، بص بيتعامل مع ايه، مع الشيب، الباكلينج معتمد على الشكل، ورست شيب، عشان كده كنا بنجيب باكلينج فاكتور بيعتمد على الشيب، فور باكلينج اندر بيور شير ستريس. طيب اعمل ايه بقى في الحاله دي، مديني اربع مساحات متساويه بس شكلهم مختلف، ابعادهم مختلفه بس في الاخر هما نفس المساحه، انهي واحده تديني ورست شيب، يعني انهي شكل من دول على الرغم ان هما نفس المساحه يحصل عنده باكلينج ستريس بدري، ورست شيب دي يا شباب يعني بتديني اللوبل باكلينج ستريس قليل، يحصل عندها بدري ما تلحقش اصلا، ويحصل عندها باكلينج اللوبل ستريس صغير قوي، ده الورست شيب. فاعمل ايه بقى، اروح اعمل ايه، والله اطلع اصلا الابعاد، انا مش معايا ابعاد. فهتقول له لو انت بتتعامل مع اللي هي البان الالفا بتاعتها ربع والاريا بتاعتها ايه، طيب البانل دي هتطلع بعدها ازاي، انا هقول ان البانل دي لها بعدين A و B، فهقول ان انا عندي الاريا بتساوي A في B صح كده، وعارف ان الالفا بتاعتي اللي هي بربع بتساوي ايه، بتساوي الافقي اللي هو ايه على B. لو انا هسيب البي ده زي ما هو هفرده B، هفرده دي، شيل البي ده حط دي، يبقى الاي دي بتساوي ايه، هتساوي دي في ربع صح كده، الاي دي على اربعة، يبقى انت كده جبت الابعاد. طب من الحالة دي يبقى الاريا بتاعتك اللي انت هتوحدها بعد كده الاريا بتساوي ايه، بتساوي بقى الدي على اربعة دي في الدي، تدي لك الدي تربيع على اربعة، يبقى انت كده معاك الاريا اللي انت بعد كده هتدخل بيها في بقية القطاعات دي، ومعاك الابعاد بتاعت الالفا بربع. طب لو الالفا بخمسة وسبعين من مية اطلعها ازاي بقى، انا دلوقتي داخل هنا في الالفا بخمسة وسبعين من مية عارف ان الاريا بكام، دي تربيع على اربعة، خلاص دي بقى انا عرفتها، دي تربيع على اربعة. طب دي تربيع على اربعة دي بتساوي ايه هنا، بتساوي ايه في بي، طيب تمام. طب الخمسة وسبعين من مية دي بتساوي ايه، بتساوي الاي على البي، يبقى انت دلوقتي انا مديالك معادلتين في مجهولين، تعرف تحلهم وتطلع الاي والبي، معاك معادلتين في مجهولين، معادلة ال 75% دي بتساوي أفقها الرأسي، ومعادلة كمان الأريا أنت عارفها، دي تربيع على أربعة هتساوي
حاصل ضرب القيمتين دول، فبقول لك معاك معادلتين في مجهولين تطلع منهم قيمة الاي وقيمة البي، فانا طلعتها جبتها جذر 3 دي على 4 وجبت البي دي على جذر 3. طيب لو الالفا بواحد وربع هتمشي بنفس السيستم، هتساوي الواحد وربع بالاي على البي وتساوي الاريا اللي هي دي تربيع على 4 بالاف بي، معاك معادلتين في مجهولين تطلع القيم دي، تطلع الاي والبي. يعني انا كل ده بعمله عشان اروح احسب الالوبل باكلينج ستريس. طيب وعندك الالفا بواحد وخمسة وسبعين من مية، هتمشي بنفس السيستم، معاك معادلتين في مجهولين وتطلع الاي وبي. طيب بعد ما جبت الابعاد، انا كده بقى معايا ابعاد، بقى معايا الفا، بقى معايا كل حاجه، اعمل ايه بقى؟ قال لك هتاخد واحده واحده بقى وتروح تحسب لها الالوبل باكلينج ستريس. فلما تروح تحسب للالفا اللي هي بربع، يعني الالفا اقل من واحد، كنا بنروح نحسب في البيور شير ايه؟ كنا بنروح نحسب كي كيو. فالالفا اقل من واحد، الكي كيو بتاعتك ب 4 زائد 5 34 من 100 على ربع تربيع بيدي لك الرقم ده. بعد ما تحسب الكي كيو وتروح تعوض في الكيو كريتيكال، زي ما انا قلت لكم نفس الكيو كريتيكال الاف كريتيكال اللي انت كنت بتعوض فيه في البيور مومنت، ده قانون عام يا شباب بيعتمد على الابعاد بس. انا هنا عايز اقارن بين كام بانل من حيث الابعاد، هو حاطط لي السؤال ده عشان يقارن بالابعاد، هو مش مدخل الستيل جريد في الحل، لا هو بيقول لك الابعاد دي تعمل لي ايه، فبدل بيتكلم عن الابعاد بس خلاص يبقى تعوض بالقانون العام، فتروح تعوض بالكيو كريتيكال بتساوي كي كيو في 1898 تي ويب على البي كل تربيع، تشيل الكي كيو وتحط الرقم ده في ال 1898 تمام كده، وادي لها رقم واحد. يبقى انت دلوقتي اصل دي كده تعتبر كاني بقول لك دي الاف اويلر، يبقى انت دلوقتي عندك الكيو كريتيكال بتساوي الرقم ده في الثابت، الثابت ده يعني انا اعتبر ان ده ثابت بالنسبه لي. طيب لو انا هتعامل مع الالفا ب 75 من 100، الالفا برضه لسه اقل من واحد، هتروح تحسب الكي كيو بتاعتك بتساوي 4 زائد 5 34 من 100 على الالفا تربيع يدي لك الرقم ده، دي كده الكي كيو. بعد كده هتروح تحسب الكيو كريتيكال بتساوي الكي كيو في 1898 في نفس القانون، يعني لما تروح تعوض تشيل الكي كيو وتحط اللي انت مطلعه فيه، تدخل هنا تعوض 1898 في التي ويب ثابته، هو نفس البانل فالتي ويب ثابته، على البي بالنسبه لك اللي هي الدبس ده. ايه هو البي؟ انا في الحاله الثانيه البي انت شايفها كام؟ انا اصلا كنت مطلع الابعاد عشان اعوض بالبي دي، البي هنا بدي على جذر 3، لما تروح تعوض بالدي على جذر 3، انا في القانون اللي فات في الالفا بربع اقصد طلعت في الاخر ان كيو كريتيكال بتساوي ايه، كنت مطلعها بحاجه و80 في الثابت اللي قلت لكم انا هثبته اللي هو 1898 في تي ويب على دي كل تربيع، انا عايز اثبت ده بس انا اصلا في القانون معوض بالتي ويب على الدي على جذر 3، طلع لي جذر 3 ده من التربيع يطلع لك بواحد على واحد على 3 فيطلع لك بره ب3، يبقى في الاخر انت عندك الكيو كريتيكال بقت بتساوي رقم في الثابت اللي انا مثبته ده، كده عايزه اثبته في كل الحسابات عشان اقارن في الاخر بالرقم ده، يعني من الاخر كده انا عايزه اقارن بالرقم ده. ده كده بالنسبه للالفا ب 75 من 100. طب لو الالفا بواحد وربع، هتقول له انا في الحاله دي الالفا اكبر من واحد، هتروح تحسب الكي كيو يطلع لك 7.9، هتروح تجيب الكيو كريتيكال بتساوي الكي كيو في القانون، هتعوض اللي معاك الكي كيو بسبعة وتسعة، تعوض هنا البي بتاعتك قد ايه بقى، احنا هنا يبقى البي بتاعتي بدي على جذر 5، لما تروح تحط دي على جذر 5 تحت متربع انا عايز اطلع الجذر 5 دي بره تطلع لك 5، يبقى 5 في 7.9 يدي لك الثابت اللي انا مثبته في كل القوانين، يبقى انا في الاخر هقارن بايه، بالرقم ده. طب اخر حالة الالفا بواحد وخمسة وسبعين من 100، والله اكبر من واحد، هروح اجيب الكي كيو اعوض يديني الرقم ده، بعد كده اروح اجيب الكيو كريتيكال في نفس القانون العام، يعني لان انا بتعامل مع الابعاد، هتحط الكي كيو وتحط البي بتاعتك قد ايه بقى، لو انت هنا فالبي بتاعتي هي دي على جذر 7، لما رحت عوضت عايز تطلع جذر 7 دي بره عشان تبقى الثابت ده، فلما تطلعها بره تطلع لك ب7، 7 في الرقم ده، يبقى انت في الاخر هو ده الرقم اللي انت هتقارن بيه. يبقى انا في الاخر وصلت لايه بقى، وصلت ان لما كان الشيب بتاعي اسبكت ريشيو الالفا بربع، كان الباكلينج الاوبل ستريس بيساوي 89.44 من 100 في الاسترس ده،
اللي هو انا مثبته. ولما كانت الالفا ب 75 من 100 كانت الكيو كريتيكال بتاعي بتساوي ايه 40 48 من 100 في القيمه اللي انا مثبتها. ولما كانت الالفا بواحد وربع كانت الكيو كريتيكال بتاعتي بتساوي ايه 39 ونص في اللي انا مثبته ده. كل ده مش هبص عليه، انا هبص في الرقم اللي بيتغير معايا. والالفا بتاعتي لما كانت 75 من 100 لقيت ان انا عندي هنا كيو كريتيكال بتساوي القيمه دي في الايكويشن دي، والايكويشن دي انا خلاص مثبتها معايا، ما تي ويب والدبس كل ده ثابت معايا خلاص. يبقى انا دلوقتي اقارن ايه يا شباب؟ ايه يعتبر الورست شيب بالنسبه لك؟ هل اللي حصل له ستريس عند 89 44 من 100 ولا اللي حصل له ستريس عند 39 ونص؟ ايه الورست؟ الورست ده اللي هو حصل له ستريس بدري يعني عند قيمه قليله. يبقى انا بالنسبه لي لما لقيت الالفا بواحد وربع فده كده الورست شيب بالنسبه لي في الباكلينج اندر بيور شير ستريس. وهو عاده يعني كل ما الشيب بتاعك يقرب من شكل المربع كل ما بيبقى ورست، بيبقى شايل يحصل له ستريس باكلينج ستريس بدري كل ما يقرب من شكل المربع. عشان كده يعني الواحد وربع عارفين لو في اختيار كمان يقول لك اعمل قارن مع الالفا بواحد، اللي هتلاقي الالفا بواحد هي الورست، لان عاده بيطلع الشكل كل ما يقرب من شكل المربع كل ما بيكون بيحصله باكلينج بدري. عندكم مشكله يا شباب في المساله دي؟ هي يعني مش عارفه هي جت قبل كده مره ولا حاجه، بس هي على فكره مساله لطيفه يعني ما فيهاش حاجه، مجرد بس ما تجيب الابعاد صح هتروح تقعد في القانون وخلاص. ماشي يا شباب، حد عنده مشكلة النهاردة؟ لا تمام يا باشمهندس. طيب احنا هنسلم، مش هنسلم ده يعني خلاص بقى، انا بس ما عملتش الاساينمنت بتاع الديزاين بتاع المين جيردر، هعمله معاكم لحد يوم الخميس.